السلام عليكم الخوت، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. في الفيديو ديال اليوم، بالنسبه للناس اللي كتكون باقي لهم قل من 100 درهم في الكونت ديالهم او لا بغا يسحبوا 50 درهم، اليوم تعرفوا معايا كيفاش تقدر تسحب 50 درهم الا كانت بقات لك او لا بغيتي تسحبها من البوسطه من الناس اللي عندهم الحساب في البريد بنك. الطريقه راه سهله بزاف، تبعوا معايا باش تعرفوا على الطريقه، باش حتى الا بغيتي شي مره تسحب 50 درهم او لا كان بقى لك شي صرف بغيتي تسحبه تعرف معايا على الطريقه الصحيحه. ونبداو على بركه الله. اول حاجه دابا الخوت غنديرو غنمشيو لشي شباك اوتوماتيكي تابع البريد بنك المغرب، وغندخلوا البطاقه البنكيه كارت بنكير ديالنا، وهنا يطلبوا منا ندخلوا الرمز او لا الرقم السري للبطاقه متكون من 4 ديال الارقام. من بعد الخوت غنتسناو شويه وغتفتح معنا هاد الصفحه على هاد الشكل اللي فيه هاد الاختيارات. انا كيعطوني ما نسحبوا قبل غتعرفوا معايا على الرصيد شحال عندي في السولد في هاد البطاقه، لكن ما تلاحظوا معايا هنا تيقولك هل تريد تذكره ديال نعم او لا لا. وكما قلت لكم الخوت غتلاحظوا بلي عندي في الكونت 54 درهم، قل من 100 درهم. اذا انا نسحبت 50 درهم، غنكليك على الرجوع وغنكليك على سحب للفوق. ومن بعد الخوت فاش غنكليك على سحب غنتسنى شويه باش تطلع لنا هذه القائمه ديال المبالغ. انا نضغط على مبالغ اخرى وغندخل هنا 50 درهم. من بعد غنكليك على التالي، وهنا كيقولك هل تريد تذكره الوصل؟ انا ندير نعم. حتى المهم اختار واش دير نعم ولا لا، على حسب واش بغيتي الوصل ولا لا. وغتسنى الخوت شويه قبل اتخرج لك البطاقه البنكيه ديالك، تاخذها هي الاولى باش ما تنساهاش. من بعد الخوت غنتسناو شويه على ما الشباك الاوتوماتيكي يخرج لنا الاموال ديالنا. من بعد ناخذ البطاقه البنكيه هي الاولى كما قلنا، وغناخذ 50 درهم اللي خرج، وهكا تكون خرج شي 50 درهم تاعك. وهادشي الخوت دابا اللي كاين في هاد الفيديو، نتمنى يكون عجبكم. ما تنساوش الخوت تشتركوا معنا في القناه وتفعلوا الجرس باش الا تحطات اي مواضيع على هاد الشكل يوصلكم على شكون نوتيفيكاسيون او لا اشعار في التليفون ديالكم. يلا السلام عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد.